السلام عليكم البنات، جيسبر كو فيزالي بيان وتكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم تا خير. هاد النهار غندير معكم واحد الشهيوه ديال اللي كلشي كيعرفها، البصره بالسردين. انا كتحمقني بعد هاد الشهيوه اليوم، حيت اليوم الجمعه كيجيبوا الحوت فخي من اوشون. دوك مشيت جبت الحوت وقلت نديرو نشرب له غير الشرميله بالحق خفيفه، الشرميله ديال ما نديرلوش الشرميله اللي كنديرو ديال دابيتود بالقزبر وداكشي حيت كتقل علينا، غندير له غير الشرميله ديال اللي بزار والملح والكمون وصافي، وغنديرو مع البصاره وديك الساعه تشوفوا معايا الريزلت. دونك هانتوما كما كتشوفوا الفول والثومه، ودرت له كيفوت شويه الفول هكا، درت له مع الماء ومع الملح صافي، نخليوه يطيب وابخي غادي نمكسيوه. ماشي بحال شحال هادي قال لك كانوا كي هما كيطيبوه هما كيدلكوا فيه دلك يا ما دلك. هذا دابا حنا كنديروا على الطريقه ديالنا. دونك الملحه الفول ها هو كما كتشوفوا معايا ديجا منقي، وشي 5 ولا 6 دروس ديال الثومه حيت مزيانه البصره مع الثومه وما كتجيش كاع باينه فيها، باش كي هذه البصره هي الثومه ومعها الملحه، ونخليوه يطيب حتى يطيب مزيان ايوا نمكسيوه صافي، ما كاينش سهل من هذه. وهانتوما كيتما كتشوفوا معايا السردين حيت لقشورو غسلتو ها هو واجد، غادي ندير له مع شويه الملحه شويه ديال الابزار والحامض وصافي، وغندخلو الفور. هادشي ما كاين البنات، هذا رصيتو في الطبسيط ديال الفور اللي قاعد يدخل فيه الفور، كنهربو من الزيت باش ما نقليوش في الليل الزيت وداكشي، كنهربو من التقليان ديال الزيت باش هذا، وندخلوه الفور هكا كما قلت لكم. كنديروا له الاقامه غير الملحه والابزار والكمون وشويه ديال السيترون، وكنكبوا هكا عليه الزيت البلديه هكا اي شويه هكا الفيلي اي هكا. هذه زيت البلديه ديال تونس، جبني مشيت لتونس جبتها معايا غزاله، ذوقوني منها. ايوا وابخي ندخلو هكا الفور. هانتوما البنات خليوه واحد الساعه هكا ما كاملاش، نتوما تفصوا هكا تبقاو تحضوهم هكا اي فوالا. نقول لكم تشوفوا معايا الريزلت اي فوالا لي في، ها هو الريزلت ديال الاخر. هيا ها هو السردين تشوا في زعما دار في الفور، ها هو الريزلت مع شويه الحامض فوق منه. ها هي الفول طحلتو، درت له شويه الفلفله حمراء شويه الكمون شويه السودانيه، ودير له هكا انفيلي ديال الزيت اي هكا خفيفه انفيلي ديال الزيت هكا بالزيت البلديه فوالا وصافي. ودابا هذه هي، دونك نقول لكم بالصحه والراحه، وجيسبر يكون عجبكم هذا الفيديو. غوكوكو لي في، هاد النهار غادي ندير معكم تشيز كيك. سمحوا لي انا صحابني بغيت كنت غنوريكم من الاول الطريقه، مي صحابني كنصور مي ماكوش كنصور. دونك هنايا درت 200 غرام ديال الخوي غوج اللي كنشريه ديجا كونجلي، راه كيكون كونجلي. خديت 200 غرام ديال خديت غير 200 غرام حيت هو راه كيتباع كاين لي 450. المهم خديت انا غير 200، درت 50 غرام ديال سنيده ونص حامضه نص حامضه، ورميت هذا الخوي غوج 200 غرام، رميت موراه سنيده 50 غرام ونص حامضه، وغادي ندير ندورو هكا حتى يولي بحال اللي غادي نصايبو كوفيتير ديال الدار. بقاو ندورو حتى يولي هكا، ها نتوما كتشوفوا ونبعزوه. المهم بحال غادي نطحنوه، غادي نطحنوه باش يعطينا داك الليكيد، وهذاك الليكيد اللي غادي يعطينا هو اللي غنديرو نزوقو به. ها نتوما كما كتشوفوا، مي هادشي ما يبقاوش، هادشي كله يدلك ولا يتطحن واحد فيهم، حيت ملي غادي نصفيهم هنا نديرهم هنا غادي تصفنا هذاك لاصوص اللي تصفاتنا هي اللي غادي نديرو بها فوق من هاد تشيز كيك. الا كتشوفوا حيت ما هضر بديت لكم هكا، انا راني ماشي في داري في دار اختي، هنايا جيت نصايب تشيز كيك حيت طلبوني ولادها ولاد اختي نصايبهم، لا سي بوغ سا، حيت راه تعرفوا بان هادي لا ماشي لا كوزين ديالي. وهذا بقى ليا باش نزوق به، خليت شويه باش نزوق به اللي كنديروا لاصوص فوق منها، كتبقى لك شويه وصافي. دونك
نرجعوا لاباط اللي غادي نديروا التشيز كيك. دونك انا خديت هي نورمالمون 170 غرام ديال هذا اي غاتو غاتو هكا ولا سبيكيلوز ولا انا سبيكيلوز كيجيني ثقيل في الماكله. دونك انا خديت غير هذا الغاتو اللي معروف تي بور. دونك درت 170 غرام ديال بتي بور ديال الغاتو هرمشناه في المولينكس درنا معاه 70 غرام ديال الزبده دايبه 70 غرام ديال الزبده دايبه. ومني غادي نديركوه هكا ونديرها هنايا هذا المول ديجا بوغي درت له هذاك الكاري ديالو وندير له البوغ وتور باش كملي كنكبوا فيه الفرماج ما كيلصقش ونديروه هنايا وندخلوه الفور. ومن بعد عاد نوريكم اللي غادي هذاك الفرماج كي غادي يكون. كما كتشوفوا البنات كبيتو هنايا ملي درت له البوغ وداكشي وخدمته مزيان وكبيتو هنا وما زعما نيزيت با غادي تبقاو تبركوا عليه هكا باش يهبط فهمتوا سوا بالكوي. انا درت بيدي مي يمكن لكم ديروا بلا كوي هكا باش تجي لاباط هكا ودخلوه في الفور على 180 بوندون 15 مينوت 15 دقيقه وابخي تخرجوا البيض من يبرد وعاد نكبوا فيه ملي غادي تشوفوا معايا لاصوص اللي غندير نكبها فيه. المهم ما تديوش في هذه الروينه راني وصخت لها الكوزينه ابخي غادي نجمعها هكا. هذه هي خدمتي انا ملي كنخدم كنردها ها نتوما شوف شو المهم يجي فريمون. انا ما كنعرفش نخدم بهذا كنعجبني نخدم بيدي هي نورمالمون تصايدو بلا كويير انت حتى كتولي لاباط هكا ابخي دخلو للفور بوندون 15 مينوت على 180 ونوجدو الفرماج انصومبل. دونك دابا نبداو لاباط لي غنديرو التشيز كيك. كيما دخلنا هذاك الكاطو لي للفور دابا غادي نديرو هذاك لاباط ديالها. انا غادي ندير في فيلادلفيا نتوما يمكن لكم ديروا ساموغي ولا ديروا الماسكابون ولا انا حيت كانت عندي فيلادلفيا دونك 200 غرام ديال فيلادلفيا. بسم الله بسم الله فوالا انا ندير فيها 400 انا هذه فيها 300 انا غندير فيها 600 غرام باش كتجيني حيت غير فرماج حيت انا ما درتش بحال لا غوسات ديال 170 داكشي حيت حنا بزاف درت بلوس كنزيد. انا كنقول لكم غير لا غوسات ديال 170 ديال زعما اللي دايرين هما. نخدمو هذا نخدمو هكا كما كتشوفو نزيدو عليها 200 غرام ديال كريم فريش كل واحد وشنو يمكن لكم ديروا غير كريم فريش سامبل. انا درت هادو
ناخذ البصل نحطو فيه هادشي هذا ليكيد نزيدو السكر 120 غرام ديال السكر ومن بعد نديرو بيضه ببيضه حيت جوج بيضات خصها هنايا نديرو بيضه ببيضه ونخدموها بسم الله ندير سيترون معاه نص سيترونة نص حامضة اون بانسي دسيل ريحة غير شوية فاني جوج معالق د مايزينا كنبقى لي في الجناب كنبقى ندورها كاع كنبقى ها هي الكس ونكبوها في ملي طيب لنا البسكوي اللي درناه في الفور نكبوها في الفور نكبوها فوق البسكوي وندخلوها للفور بوندون نشوف لكم ما ديوش على هذا الشيء شوفي كردات الكوزينه من بعد ما خرجنا البسكوي اللي طاب في الفور 15 مينوت غير 15 مينوت لان حيت عاد عاوتاني ملي غنكبو هذا غادي يدخل معاه الفور ما تخليهوش بزاف غنكبو عليه هذا الخليط اللي خدمنا معاكم بسم
بسم الله ما شاء الله بحال طلع لنا صبوه ولا خويوه. المهم نتوما كل واحد المهم يجي فوق لا تحت. ها نتوما ودخل على نديرو الفور على 160 160 بوندون ساعة تقريبا ساعة. وانتوما عينكم ميزانكم بقاو طلوا عليكم ميم مي المهم هما ساعة كت انا راه عاد نديرها درتها معاكم ميمطو نشوفوا الريزلت كون درتها دابا بدلت لا ما كنتش درتها انا هكا درتها لواحد لوطخوس كتعرفوا تشيشكا كل واحد وكي كيدير لا غوسيت ديالو. انا كنت درتها في الاول بالماسكابون المره الاولى فوالا ندخلوها الفرن كما شفتوا معايا هي لاصوص ديجا وجدت غادي ندلكها هنا وتهبط باش نلقى انا لاصوص بوندون لي انا نكون هذا كيطيب هنايا 160 بوندون 50 حتى 60 دقيقه. ودابا غادي ندوزو لاصوص هنا نكبوها وندلكوها اون ميم طون. نتوما شوفو كي كيجي نتوما غادي نتوما هكا كيدلكو 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 حتى ما يبقى فيه قطره ديال هداك العصير لي ريكوبيرنا شتي كيولي بحال وهداك لي بقى جينا. الله أكبر عليك هكا. هدا مني غادي طيب الكاطويا ونخليوها تبرد غادي نكبو فوق منها هذا. شوفوا البنات مني خرجتها من الفرن دابا عاد خرجتها من الفرن من بعد انا درت لها 45 مينوت شفتها بدات تحمر وخرجتها من الفرن من بعد 45 حتى 50 نتوما وهانتوما تحضيوها حتى انا خشيت فيها الموس ولقيتها باقا جاريه دونك من بعد 45 مينوت خرجوها درتها في الارض تبرد بيد من تبرد تبرد شويه وعاد نحيد نديرها ساعتين في نخليها واحد ساعتين في الفريغو نخليها واحد ساعتين في الفريغو وعاد نطلعها ونديمولي قلت انا نطلعها حيت غنديرها في لاكا في الفريغو لتحت زعما منين نديرها في الفريغو ونحيد نحيد لها هذا ونوريكم الشكل النهائي ديالها مع نكب عليها لاصوص من الفوق صافي فوالا فوالا البنات هاي هاي التشيز كيك كان خليته يبرد 4 سوايع شحال ما بغيتو المهم ساعتين خصو يدوز ساعتين انا درت له 4 سوايع من قبيله 4 الى هذه 8 ونص دونك فوالا هو لو جي اللي كنت وجدت معكم ها هو نكبوه هنايا. نتوما ولي بغيتو الا بغيتو ديرو غير الفرومبواز بوحدو ولا بغيتو ديرو غير الفخاز بوحدو كونجلي ولا بغيتو انا درت في خوي روج كاع لي خوي روج نتوما شنو بغيتو تيجي هكا ديرو ولا بغيتو ديرو الكراميل فوق منه ولا بغيتو ديرو الشوكولا نتوما شنو حبيتو ديرو نتوما ولي الشوا ديالكم. فوالا لي في هانتوما شوفو كي جات تشيز كيك تشيز كيك هانتوما شتي كي جات الطبقة اي فوالا السلامة الولاد مداوش عليها دابا اي فوالا بالصحة والراحة مكاينش غير البنات مكاينش غير البنات شتاري تو الموند يلاه بالصحة والراحة عليكم متنساوش كديما تابوناو تليسي دي كومونتير و تلايكيو ملي كنتي كدري الحلوه كتبقى